في собственного развития. لكن نحن نتعامل مع الكثير من المنظمات مثل بريكس وشانغهاي للتعاون وكذلك منظمة جنوب غرب آسيا وكذلك المنظمات الموجودة في أمريكا اللاتينية وإفريقيا. إن دولتنا التي تستضيف اليوم هذا المنتدى وكل شركائنا في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي من دون أي شك مهتمون بالتعاون النفعي البراغماتي القائم على المنفعة المتبادلة والنزيه. وكل من يرغب ويفكر ويتصرف بشكل مختلف عن ذلك يدمر الاقتصاد ويطلق النار على رجله. إضافة إلى ذلك فهم يزيدون هذا المسار التنموي الخاص والذي يتحدث عنه الخبراء الدوليون وكذلك الخبراء من الولايات المتحدة، أي أن السياسة الاقتصادية الخاصة المتخذة تطور التنمية أو تقوض التنمية. فكما قلت هم يطلقون النار على أرجلهم وأقدامهم وكل من يرغب في التعاون معنا على تلك المبادئ فسوف يحظون بذلك. وأود العودة للحديث عن وحدتنا، والأرقام تتحدث عن هذا الأمر وتؤكد. بشأن المراكز التنموية التي تظهر اليوم وكذلك الأرقام تتحدث بلسان حالها عن المنظمات الإحصائية التي تراقب هذا النهج، والأرقام تتحدث عن نهج تلك الدول التي تعتمد مبادئ مختلفة للتنمية. إن الأزمات في الاقتصاد العالمي والتجارة العالمية تتعرض للكثير من التحديات، ولكن الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الاقتصادي الأوراسي وصل إلى 1.6%، وهذا سيناريو مختلف تماما، والكل كان ينتظر انهيار اقتصادنا ولكن ذلك لم ولن يحدث. وخبراؤنا والخبراء الدوليون أكدوا زيادة الناتج المحلي لروسيا بمقدار 0.7%، بينما في الدول الغربية فقد وصل هذا الناتج إلى 0%. وهذا طبعا يشير إلى الكثير بحد ذاته. وهناك الوتيرة الواثقة التي تسير بها التجارة الداخلية، وهذا يعني أن العمل الفعال الذي طبقناه في 2022 قد أثمر، ولا يخفى على أحد بأن شركاءنا الغربيين يحاولون إقناع الدول وحلفائنا في الاتحاد الأوراسي عن طريق الابتزاز والعقوبات لعدم التعاون معنا. وأشير هنا إلى أن روسيا كانت دائما مسؤولة ونزيهة بالتعامل مع جميع الدول، ونحن ننفذ كل وبكامل الحجم وفي المدة المحددة كل وعودنا واتفاقياتنا مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي. وهنا لا أرغب في العودة إلى ما تحدث عنه نظراؤنا مرارا وتكرارا. في أوروبا فمن هو المسؤول عن الأزمات في أوروبا؟ المسؤول عن تفجير سيل الشمال 1، ومن المسؤول أيضا
عن عدم تفعيل مشروع السيل الشمالي 2 وكذلك الأنابيب عبر بولندا، قامت بولندا بإغلاقها، وأوكرانيا كذلك أغلقت أحد الأنابيب لتوريد الغاز. نحن نقدم الغاز إلى أوروبا رغم أن أوكرانيا تسمينا العدو، فإنها تحصل على الأموال باستعمال ترانزيت، ونحن نطبق كل التزاماتنا بكاملها، والأمر يتعلق أيضا بعلاقاتنا في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وخاصة في مجال المواصلات والعلاقات اللوجستية، حيث يجب وضع سلاسل جديدة، وهذا يلعب دورا كبيرا ضمن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي. ومن ضمنها طبعا الممر الشمال جنوبي، وكما تحدثنا عن بدء مد شبكة الطرق الحديدية، وكذلك فبناء مثل هذه الطرق سيبدأ في هذا العام، ويجري العمل بتعاون كبير مع أذربيجان، ونحن نعول على توقيع الوثائق ضمن إطار ثلاثي بمشاركة الجانب الأذربيجاني، وأعني هنا تطوير السكك الحديد وطرق الشحن في الممر الشمالي جنوبي، وإطلاق هذا الممر سيسمح بترانزيت سنويا لحوالي 30 مليون طن، وهذا سيعزز الطرق التجارية التقليدية وسيساعد على ظهور مراكز صناعية جديدة. هذا سيؤمن أيضا الآلاف من الوظائف في سائر الفضاء الأوراسي، وسوف تتغير بشكل جذري المنظومة المالية. وهنا أود أن أشير برضا إلى أن روسيا لم تتأقلم فحسب، بل اتخذت مسارا لتقليل التعاون المالي مع الدول غير الصديقة وزيادة هذا التعاون مع دول أخرى من خلال الانتقال إلى التعامل بالعملات الوطنية. والكثير من الدول أيضا تسعى لهذا التعامل بالعملات الوطنية، بما في ذلك الهند والصين، وهذا يعني إقامة منظومة مالية غير مركزية ولا تعتمد على عنصر محدد، ولكن كلما كانت غير مركزية فهذا أفضل، ولن تعتمد أو تتضرر بالتهديدات الجيوسياسية، ولا تهديد يكون لها لاحتياطيها المالي. نحن ندعم المبادرات هناك ممثلي لدولنا، وذلك بإطلاق شركات التأمين الأوراسية والتي ستساعد في التأمينات سواء في الفضاء الأوراسي أو في دول أخرى، وكذلك ستكون هناك ساحة واسعة لتبادل الخبرات بين رجال الأعمال، وأيضا لتكون هناك مشاريع مشتركة. فمهمتنا الأولى هي الحفاظ على الاقتصاد وعلى السيادة الاقتصادية لدولنا، وهذا يعني أن لدينا كل الكوادر والإمكانيات للحفاظ على المنافسة في الاقتصاد العالمي. وهذه طبعا من أهم النقاط في يومنا هذا، وأقصد هنا أن يكون لدينا استقلال
تقني، وهذا بذاته سيؤدي إلى الاقتصاد إلى الاستقلال الاقتصادي والسياسي. وأيضا ينبغي تحضير المتخصصين والكوادر، وهذا أمر ضروري من خلال تطوير البرامج التعليمية، سواء باستخدام المنظومات التعليمية أو باستخدام القدرات التعليمية الأخرى مثل المكتبات الموجودة في الاتحاد الأوراسي. وكل الجهود تسير نحو تطوير منطقتنا، فنحن نتعامل اليوم مع الصين بشكل وثيق، والمبادرة التي قدمتها الصين طريق واحد حزام واحد ستساعد في بناء ما يسمى التعاون الشامل والكامل في الفضاء الأوراسي، بالإضافة إلى التعاون مع الدول القريبة في أوراسيا سواء في الشرق أو حتى في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، وهي تعتبر أو تمثل أغلبية السكان في الكوكب وتمثل العربة والقاطرة للتطور الاقتصادي من خلال ظهور هذه المراكز وأيضا تعزيز الاتصالات والتواصل بينها. لقد أقمنا مناطق تجارة حرة مع مصر ومع إيران وكذلك مع دولة الإمارات، وتجري اتفاقيات الآن مع الصين وفيتنام وصربيا. وإضافة إلى ذلك هناك آليات حوار تفعلها اللجنة الأوراسية. أيها الزملاء الأعزاء، غدا سيحضر زعماء الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ضمن المجلس الأعلى لهذا الاتحاد، وسنتخذ إجراءات جديدة للتكامل. شكرا جزيلا.